حب الوطن أمر غريزي، كل إنسان ساوي، كل إنسان عاقل، كل إنسان عاقل ساوي يحب وطنه. ما كاش من إنسان ما يحبش الوطن تاعو فطرة. النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه تألموا كثيرا لما خرجوا من مكة إلى المدينة، على لأن مكة هي أرضهم، ولدوا فيها، كبروا فيها، ترعرعوا فيها، عاشوا فيها، ما عنديش أرض واحدة أخرى. قد ما تروح يبقى لك الحنين إلى وطنك مع كل النقائص. لكن الله غير كي جا هذا الكلام، يعني كاين واحد الاستطراد لابد أن أذكره. نحب الوطن تاعنا لكن ونغيروا عليه، لكن حب الوطن ليس بالأقوال. اليوم قاعد تقول الناس يقول لك نحب الوطن، بصح كي تشوف أفعالنا الله قل من يحب وطنه. عبوك شحب يقول حب الوطن؟ حب الوطن يعني كي تخدم في هذا الوطن تكون مخلص لله وتكون صادق في حبه، ماشي مجرد شعارات. أنا نقول هذا الكلام بالك أنا أحيانا كنخرجوا خارج الوطن يا إخوان، والله غير تشوف الناس البلدان والأجناس كيفاش خدموا الوطن تاعهم تغير يا أخي. علاش بلادي ماشي هكذا؟ علاش خير منه هما؟ حبك تشوف الطرقات تاعهم، تشوف النقاء اللي عندهم، تشوف تتمنى تقول علاش بلادي ماشي هكذا. ومع انه احنا الدوله هنا الحمد لله سخرت الامكانات، لكن اللي يتحكم في هذيك الامكانات كثير منهم لا يخاف الله عز وجل. اعطيك ابسط مثال، احنا جينا مطار، في مطار مثلا مطار جده الدولي من اكبر المطارات في العالم، حبك فيه مئات الالاف من المسافرين. صدقوني يا اخوان تعبك شحال تريح فيه باش تكمل كلش الاجراءات؟ 30 دقيقه ومن بعد تخرج تستنى الطائره، تلحق هنا والله لا تلحق في الوقت كي تجي معنا، تلحق في الوقت باش تخرج من وفي اللي تلحق على زوج تاع الصباح 4 اضعف الايمان، زوج سوايع 3 سوايع باش تخرج من المطار. على على حبك معليش انا جزائري نحملها بلادين انا نحمل، بصح يجون الاجناس كان يشوفوا هذا. تخيل تيجي واحد ضرب 3 سوايع 4 سوايع باش تخرج الشنطه كيما يقول الحقيبه تاعو باش يخلع. علاش مطار الدوليه في العالم مئات الالاف كل يوم نص ساعه يخرج من المطار خلاص سهوله، علاش حنايا 3 سوايع 4 سوايع؟ على هذا مثال بسيط. هنا فهي هذه رساله الينا، حب الوطن من الايمان، حب الوطن امر غريزي، لكن نحب وطننا بالاعمال. ولهذا رسالة إلى كل مسؤول، إلى كل من له خدمته عمله أن يخدم الشعب هذا، قل له اتق الله عز وجل. إما أن تيسر، وصلنا إلى مرحلة للأسف الشديد كثير من الشعب، من أفراد الشعب عندنا حقوق في هذا البلد، ولات الحقوق تاعنا أحلام. كي يعطوا لك حقك حلم عندك، فإذا تحصلت على حقك الحصول على حقك صار حلما، وإذا حصلته صار إنجازا. احنا الجزائريين دوكا حلم باش تشري سياره، صح ما نكذبوش، حلم باش سياره مشروع. الناس يلعبوا بها في البلدان الاخرى، يلعب بها وشنو السياره عادي، امر عادي جدا. رانا في 2024، علاش لازمنا نعيشوا هكذا؟ على احنا الناس خصونا ناس هكذا يتعاملوا معنا، ناس يخافوا الله عز وجل. لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي ذر، قال يا ابا ذر، قال له لما قال له استعملني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وأبو ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذا أنت يا أخي يا تأخذها بحقها وتؤدي الذي عليك في خدمة هذا الشعب، وإلا أنقذ نفسك من النار.